اهلا بكم في حلقه جديده من الاجنده. من غبار الحروب والفتن والمشكلات السياسيه تخرج الاسئله العميقه التي تشغل عامه الناس. مثل سؤال العلاقه بين السياسه والاخلاق. ما هي علاقه السياسه بقيم الخير وقيم الشر؟ او كيف ينبغي ان تكون هذه العلاقه؟ هل ينبغي ان يضحي السياسي؟ بمصالح بلد من أجل الانتصار لقيم الخير مثلا أم ينبغي أن تكون مصلحة بلد فوق كل القيم كيف يمكن أن نضبط العلاقة بين هذين الطرفين المتباعدين في نظر الناس هذه الأسئلة وغيرها هي موضوع حلقة هذا المساء فكونوا معنا الأخلاق في الفلسفه هي المبحث الذي يدرس موضوع الخير والشر ما هو الخير وما هو الشر هل قيم الخير وقيم الشر مطلقه ثابته ام نسبيه متغيره يعني ثابته لا تتغير ام انها متغيره بحسب المصلحه والظروف هل الصديق او هل الصدق مثلا قيمه ثابته لا تتغير مهما كانت الظروف هل الصدق خلق جيد يعني في كل الاحوال؟ ام ان المساله نسبيه مره يكون خير ومره يكون شر. هذه الاسئله وما شابهها هي موضوع دراسه مبحث الاخلاق في الفلسفه كما قلت، يعني في مجال الفلسفه في مبحث كذا اسمه الاخلاق بيدرسوا هذا هذا الموضوع، موضوع الخير والشر. لمناقشه هذا الموضوع يعني ما نلاحظه جميعا احنا بنناقشه لانه بنلاحظ اعتقاد شائع لدى الناس بان السياسه دائما هي نقيض الاخلاق السياسه في وادي والاخلاق في وادي وانه لا اخلاق في السياسه ولا سياسه في الاخلاق وان رجل الدوله الفلاني او السياسي الفلاني مهما كان ظاهر جيد ونبيل وصاحب خير لا يمكن ان يعمل لمصلحه قيمه عليا أو لمصلحة قضية إنسانية حلية هكذا الناس يقولون. ومشكلة هذا التصور هي أنه يتحول إلى عائق أمام رجال السياسة المصلحين، أصحاب المشاريع السياسية المحترمة. انتشار هذا التصور في المجتمع يجعل الناس غير مصدقين، ومن ثم غير متعاونين مع الأحزاب والمشاريع والشخصيات السياسية المحترمة التي تحمل قيم سياسية جيدة محترمة. لأن الناس يعتقدون أن كل السياسيين وكل الاحزاب والمشاريع السياسيه تعمل لمصلحتها فقط ولا يوجد من يعمل لمصلحه الانسان او من يحمل هموم الامه الكبيره او الصغيره وهذا الكلام بطبيعه الحال غير صحيح غير صحيح عقلا وواقعا من ناحيه العقل يستحيل ان يخلو المجتمع من فئه خيره تسعى لنصره الحق وفعل الخير وخدمه الناس مش معقول ان المجتمع كله مجرد شياطين وفاسدين وانانيين. ولن اضرب الامثله من الواقع حتى لا نحسب من المتحيزين لهذا السياسي او هذه الجهه السياسيه، لكن من يتامل الواقع السياسي في بلده او على المستوى الدولي سيلاحظ وجود توجهات سياسيه احزاب وغيره ذات بعد اخلاقي معلن معروف. يؤكده البرنامج السياسي لهذا التوجه او الحزب. إلا أن هذه التوجهات أو هذه الأحزاب تعاني في العالم العربي تحديدا والمشرق أو الشرق الأوسط عموما تعاني من تشكيك الناس في مصداقيتها. المواطن العربي مواطن شكك تجاه الأحزاب والسياسيين مش مصدقهم وانتشار خطاب التشكيك هذا يحول الناس من متعاونين مع المشاريع السياسية المحترمة إلى عوائق لهذه لهذه المشاريع. وهذا عاول عامل من عوامل تأخير الإصلاح السياسي والنهوض في الوطن العربي لأن المشاريع مشاريع النهضة التي تسعى إليها بعض الأحزاب السياسية مثلا لا يمكن أن تتحقق هذه المشاريع بدون تعاون عامة الناس أو فئة كافية من عامة الناس وهذا يدفع الأحزاب أو التوجهات السياسية الجادة إلى صرف جهد كبير ووقت طويل لاقناع الناس بمشروعها النهضوي بدلا من صرف هذا الجهد وهذا الوقت في العمل من اجل النهضه نفسها مباشره. يعني سوء الفهم لدى الناس قد يعطل حركه النهوض والتنميه والاصلاح او يؤخرها. وهذه مشكله مشكله لابد من ان أه أه توليها الاحزاب والتوجهات السياسيه المحترمه اهتماما اهتماما خاصا لبحثها ودراستها دراسه علميه تكشف عن أسباب سوء الفهم هذه لدى الناس وطبعا هذه الدراسات تحتاج إلى مؤسسات بحثية محترفة لا مجرد باحثين هو من كوادر الحزب أو الجماعة السياسية كما هي عادة الأحزاب عندنا لو تأملنا أسباب شيوع هذه الظاهرة ظاهرة تشكيك الناس في وجود زعيم سياسي محترم أو وجود حزب سياسي محترم سنجد عدد من الأسباب ذات الطبيعة التاريخية لكن لا في البداية أن نعترف بأنها ظاهرة إنسانية عامة يعني موجودة في كل المجتمعات وإن كانت مستفحلة في الوطن العربي بشكل كبير يعني كل الأمم تقريبا تشكك في أخلاق السياسيين وتشكك في توجهات الجماعات السياسية وفي هنا نكت طويلة في العالم يعني يؤثر عن تشرشل أنه قال في يوم من الأيام واحد جاي يخطب بنته قال له عرفني عليك قال له أنا سياسي محترم قال له ما قدرش أزوج بنتي الاثنين يا سياسي محترم بيعتقد أنه ما يمكنش يكون في سياسي محترم عموما الناس كل المجتمعات عندها هذه الظاهرة بنسب مختلفة بحسب واقع هذه الأمة أو تلك الأمم التي فشلت فيها الكيانات السياسية في تحقيق وعودها هي الأكثر تشكيكا في السياسة والسياسيين والأحزاب مثل ما هو الحال عندنا في اليمن وفي الوطن العربي. هذه التوجهات السياسية والكيانات السياسية فشلت في تحقيق وعودها لسبب أو لآخر خلاص فأصبحت في نظر الناس غير مصدقة. لكن بالعودة إلى الأسباب التفصيليه التي تكف وراء هذه الظاهره سنكتشف ان هناك عوامل طبيعيه وعوامل صناعيه نوعين من العوامل العوامل الطبيعيه هي العوامل التاريخيه الناتجه عن فشل الحياه السياسيه وعوامل القصور الذاتي الكامنه فيها والعوامل الصناعيه هي تلك التي تصنعها اجهزه المخابرات واجهزه الدعايه المضاده للحزب او للجماعه السياسيه المعينه دعونا نبدأ بالعوامل الطبيعيه أو التاريخيه، من المعروف أن الحياه السياسيه في الوطن العربي تعاني من فشل كبير، فالعرب والمسلمون طوال تاريخهم الممتد 1400 سنه تقريبا طوال هذه الفتره قد عجزوا عن تطوير تجربه سياسيه ملهمه، وعجزوا عن تطوير نظريه سياسيه في الحكم. ظلوا هكذا طوال قرون وعصور الانحطاط ثم لما دخلوا العصر الحديث في القرن التاسع عشر واصلوا مسيره العجز هذه فعجزوا حتى عن الافاده من تجارب الاخرين الناضجه، في امم اخرى كان عندها تجارب كويسه مثل التجربه الديمقراطيه، عجزوا عن الاستفاده منها بشكل جيد. فلا هم نجحوا في تحقيق النهوض والتنميه والتحديث لمجتمعاتهم الحديثه ولا هم نجحوا في توطين الديمقراطيه التي تحقق الاستقرار السياسي والاجتماعي. وبسبب هذا التاريخ الممتد من الفشل السياسي المظفر للنخب والتيارات السياسيه العربيه، بسبب هذا اصيب الانسان العربي بمتلازمه الشك في جدوى السياسه وفي اخلاق السياسيين وتوجهاتهم. واصبح لا يؤمن بوجود احزاب خيره. احزاب فيها خير. يمكن أن تحمل مشاريع صادقة تهدف إلى خدمة المجتمع والذي عمك هذا الشعور عند المواطن العربي هو أن بعض التوجهات والجماعات السياسية التي حملت مشاريع طموحة جيدة ذات بعد أخلاقي في العصر الحديث يعني بعض هذه الجماعات قد عانت من بعض القصور الذاتي وارتكبت أخطاء متنوعة وهو ما سهل لخصومها التشكيك في حقيقه مشروعها. يكون عندهم مشروع اخلاقي جيد، مشروع نهضوي للامه كلها، لكن عندهم قصور ذاتي، ما عندهمش آآ آآ كفاءه في اداره هذا المشروع، فيرتكبوا اخطاء، يقوم السياسي الحاكم يستغل هذه الاخطاء في تشويههم. لكن العوامل الاكثر تاثيرا في صناعه هذه الظاهره ظاهره الشك في مصداقيه السياسيين والاحزاب السياسيه في الشرق الاوسط والوطن العربي هي تلك العوامل الصناعيه هذه الاكثر تاثيرا، العوامل الصناعيه التي تصنعها اجهزه الدعايه المضاده تحديدا اجهزه المخابرات المحليه والدوليه ضد الجماعات والاحزاب السياسيه التي تنافسها على السلطه، تنافس السلطات المحليه على السلطه او تشكل خطر على مصلحه هذه الدول المعنيه المصلحة اللي هي غير مشروعة في هذه البلدان وهذه حكاية لا بد أن نبدأها ونحكيها من البداية عندما خرج الوطن الوطن العربي من تحت سلطة الاستعمار والسلطة العثمانية في العصر الحديث استلم السلطة في البلدان العربية حكام محليين حكام محليون بعضهم كان من صناعة الاستعمار كما هو حال المملكات والسلطنات العربية الجزيرة العربية مثلا وغيرها وبعضهم كان من العسكر الذين شاركوا في الثورة ضد الاستعمار أو الوصايا الأجنبية وكان المشروع الوحيد الذي روجه هؤلاء الحكام المحليين عند شعوبهم لكي ترضى هذه الشعوب عنهم هو مشروع الاستقلال وقد اكتفت الشعوب العربيه انذاك في البدايه اكتفت بمشروع الاستقلال على اعتقاد منها ان الاستقلال سيكون مقدمه وفاتحه للخير كله. لكن بمرور الوقت اكتشفت هذه الشعوب ان الحكومات المحليه التي جاءت بعد الاستعمار لم تختلف كثيرا عن الاستعمار في سياساتها. بل ربما كانت اكثر سوءا منه. الاستعمار قد يمنع بعض الحريات وينهب بعض مقدرات الوطن، اما الحكومات المحليه فتقمع الانسان وتصادر حقوقه وحريته وتنهب خيرات بلده وتنفقها على ملذات اصحاب المصالح وذرياتهم ويعطوه الشعوب الفتات. بعد فوات الاوان اكتشف الانسان العربي ان الحاكم العربي كان مجرد وكيل للمستعمر الذي رحل جاسوس جاسوس للمستعمر واكتشف ان الوطن العربي بسبب هذه الانظمه السياسيه المحليه الفاشله في طريقه الى الجحيم لانه كل يوم يتاخر كل يوم يتاخر في جانب من جوانب الحياه او في جوانب الحياه كلها التي تتقدم فيها الشعوب الاخرى الانظمه العربيه التي جاءت بعد الاستعمار ضحكت على الشعوب بحكايه الاستقلال رجمت لها عظمه الاستقلال وخلتها تتلهبها شغلتها عن المطالبه بما هو اهم وهو الحقوق والحريات لانه في النهايه انت تطلب الاستقلال من اجل لماذا من اجل الحقوق والحريات والديمقراطيه أما إذا كان المستعمر المحلي أسوأ من المستعمر الخارجي فما فركتش وهكذا عملت الحكومات العربية على تأجيل مشروع الديمقراطية بحجة أن الأولوية للاستقلال من الأجنبي هكذا كان يقول علي عبد الناصر مثلا وغيره الأولوية للاستقلال والخبز والعيش والتعليم مش وقت الحريات والحقوق وال... وهنا ظهرت نخب عربيه تشعر بالمسؤوليه اكيد اي امه لا تخلو من الناس الجيدين والصالحين فظهرت هذه النخب تشعر بالمسؤوليه وتقول للناس ايها العرب هذه الانظمه التي تحكمكم انظمه عميله وفاسده والنظام الذي ليس عميلا هو نظام فاسد والفساد هنا وصف شامل يعني يشمل كل انواع الفساد في الاداره والحكم ثم قامت هذه النخب العربيه الجيده والمحترمه بتاسيس احزاب وتيارات سياسيه معارضه لانظمه الحكم المستبده التي يرعاها الاستعمار القديم سرا وعلانيه. الاستعمار يرعى الانظمه الموجوده السائده. وبهذا بدا فصل من الصراع داخل المجتمعات العربيه بين الانظمه الحاكمه المدعومه من الغرب وبين تيارات واحزاب سياسيه مدعومه من قطاع شعبي محدود يعني الشعب مش مش كل الشعب وراها حتى الحكام استطاعوا ياكلوا بعقول الشعوب حلاوه كما يقول المصريون طبعا من الواضح انه صراع بين طرفين غير متكافئين الانظمه الحاكمه لديها كل انواع القوه بينما المعارضه السياسيه لا تملك لا تملك سوى قوه الحقيقه والإرادة ودعم الخيرين من أبناء الأمة وهم قليل الأنظمة الحاكمة تمتلك الخبرة في اللعب السياسي وتمتلك الجيش والشرطة والبنك ووسائل الإعلام المحترفة ويكف في صفها قطاع كبير من المرتزقة وعديمي الضمير والجهلة والأميين من الشعب ويكف معها في فوق هذا الدعم الأجنبي وهذه الامكانات تستطيع ان تجعل الحق باطلا والباطل حقا وتستطيع ان تقلب الديك حمارا كما قال احمد مطر هذه الامكانات اذا استخدمها النظام الحاكم ضد المعارضه السياسيه يستطيع ان يحركها ويشوه صورتها الى اقصى مدى وهذا ما حصل في اليمن وفي غير اليمن علي عبد الله صالح كان يمتلك كل وسائل القوه واستطاع ان يحرك كل المعارضين عن طريق الاشاعات عن طريق خبرته وهذه الامكانات والمال وغيره. وبهذه الامكانات يستطيع ان يوقع المعارضه ويوقع المعارضين في بعض الاخطاء التي يستغلها هو ببراعه في تشويه صورتهم وتلميع صورته. المال يستطيع ان يصنع اي شيء، فما بالك وكل القوة معهم. وما بالك اذا كانت المعارضه نفسها تعاني من عوامل قصور وضعف كامنه فيها. يعني المعارضة نفسها يعني بعافية حبتين على رأي المصريين وبهذه الطريقة استطاع الحاكم العربي أن يلوث سمعة السياسة وسمعة السياسيين والأحزاب السياسية كلها في حس المواطن حتى أقنع المواطنين بشعار الفاسد الذي نعرفه خير من الفاسد الذي لا نعرفه هكذا كان يقول لما نقول لهم تعالوا ثوروا على النظام الفاسد يقولوا لا حيجي مكانه فاسد أسوأ منه الفاسد اللي نعرفه أحسن من الفاسد اللي ما نعرفوش تعالوا نستمع إلى المفكر الكويتي الدكتور عبدالله الله فهد النفيسي في شهادة تاريخية له على أن المملكات مملكات الخليج عامة هي عبارة عن صناعة استعمارية خالصة علشان نقيس عليها بقية الأنظمة العربية ونعرف نعرف من أين تؤكل الكتف وكيف تدار العملية من وراء الستار ونحن في غفلة عنها تفضلوا فأرسلوا وزارة الخارجية البريطانية ثلاث أشخاص جورج ميدلتون جون ريتشموند ويليام لوس ثلاثة أرسلوهم إلى الكويت وإلى الخليج مهمة مهمة تدخلون على الحكام وتقولوا لهم هوب لازم تفتحون من الحين ورايح شغلتين برلمانات صحافة حرة حتى نحاصر المد الناصري وهالثورة اللي في رادفان سنة 61 يوم وفد من الصباح برئاسة عبد الله اليابر وراحوا إلى عبد الله السالم وقالوا له ترى احنا ما نرضى الشيء هذا شلون خدامنا هذيلا وفداوية عندنا ها في قصر نايف يصير النواب في مجلس الأمة يحاسبوننا صح ولا لا؟ قال انتم ما تفهمون طلعوا طلعوا ما تفهمون اللي حاصل مع بريطانيا وهذا طلعوا كلام الانجليز يمشي وقد كان وراحوا الى علي بن احمد في قطر وما قبل شالوه ويا ابو خليفه ابو حمد وراحوا الى شخبوط في الامارات اخو زايد وقالوا له كان يقول ما اقبل واخر يا ابو زايد راحوا الى سعيد بن تيمور في السلطنه وقالوا له هالكلام قال ابد قال وخر ويا ابو قابوس اذا هناك عوامل تاريخيه وعوامل صناعيه جعلت الناس يشكون في مصداقيه السياسيين والمشاريع السياسيه لكن تظل اخطر العوامل كما قلت هي عوامل القصور الذاتي لدى المشاريع السياسيه والاحزاب السياسيه والسياسيين اللي هي مستهدفة نفسها يعني لما يأتي حزب لديه مشروع وطني جيد أو مشروع نهضوي جيد لكنه غير مؤهل لتحقيق هذا المشروع هنا يتسبب الحزب أو الاتجاه السياسي في انتكاسة مشروع بنفسه لأن عوامل الضعف والقصور الذاتية فيه زائد عوامل الإضعاف الخارجية ستؤديان في نهايه المطاف الى احراقه وتعطيل قواه وهذا ما حدث ويحدث مع معظم التجارب العربيه تقريبا وهنا يكون من واجب النخب مساعده هذه الاحزاب والاتجاهات على تجاوز اخطائها ونقاط ضعفها من ناحيه وايضا من واجبهم كشف اساليب الدعايه المضاده التي تمارسها الانظمه الحاكمه او المؤسسات الدوليه المعارضه ضد المعارضين، ضد الاحزاب المعارضه اللي تحمل مشروع جيد بهدف البقاء في مكانها. وهذا كله ياتي ضمن مسؤوليه النخب في خلق وعي سياسي يساعد المجتمعات على القيام بواجبها في الصراع بين انظمه الفساد والاستبداد ومشاريع التغيير بين اصحاب الحق واصحاب الباطل اذا صحت التسميه. والان ناتي لصلب الموضوع. صلب الموضوع هو علاقة السياسة بالاخلاق. أي علاقتها بقيم الخير وقيم الشر. وعلشان يكون الموضوع بسيط وواضح للمشاهد العام، آه، سأنطلق من نموذج واقعي. هو ما حدث خلال الأيام والأسابيع الماضية حول قضية خاشقجي. وتحديداً بعد خطاب الرئيس التركي أردوغان أمام البرلمان. اخترت هذا النموذج لأنه واضح وقريب. وحتى لا يكون الكلام كله يعني تجريد في تجريد بعد مقتل خاشقجي في قنصليه بلده في اسطنبول خرج الناس العرب بتكهنات كثيره حول موقف الرئيس التركي وحكومة من القضيه كيف سيكون بعضهم قال ان الرئيس التركي سيفرط في حق القتيل وسيستغل القضيه استغلال سياسي لمصلحه بلده والبعض الاخر قال بل سيغلب الجانب القيمي والإنساني في القضية على جانب المصلحة السياسية. مرت الأيام ولما أعلن الرئيس أردوغان عن خطاب سيلقيه أمام البرلمان يوم في اليوم التالي أو بعد يومين انتظر أصحاب التكهنات هذا الخطاب على أحر من الجبر لكي يعرفوا موقف الرجل عن وحكومته يعني من الموضوع. وجاء الرجل وألقى الخطاب وبعد إلقاء الخطاب الموعود شعر قطاع من الناس بخيبه أمل. سببها أنهم رفعوا سقف التوقع إلى حدود غير منطقيه. يعني اعتقدوا أنه سيعلن الحرب على السعوديه أو أنه سيتحدث عن بن سلمان مباشره. وهذا منطق غير غير معقول في عالم السياسه. خيبه الأمل هذه هي التي دفعتني للتفكير في موضوع هذه الحلقه. التي احاول من خلالها بيان حقيقه حقيقه محدده واحده فقط هي انه من المستحيل على رجل السياسه المعاصر ان يكون مثاليا في سياسته في سلوكه السياسي حتى لو انه هو نفسه يحمل اخلاق الانبياء لماذا؟ لسبب بسيط وواضح هو ان السياسي اليوم لا يصنع شروط اللعبه السياسيه بنفسه السياسي اليوم بينزل ملعب السياسه ويلعب وفق وفقا للشروط الموجوده وهي شروط قاهره ما يقدرش يغيرها لوحده بسهوله حتى لو كان صاحب اخلاق فاضله وصاحب اهداف نبيله هو محكوم بالظروف الدوليه من حوله بالموازنات موازنات المصالح والمفاسد قلت في حلقه سابقه انه ينبغي أن نقيم السياسات والجماعات السياسية بأفعالها لا بأقوالها. وأضيف هنا في هذه الحلقة أنه ينبغي أن ننظر إلى هذه الأفعال وهذه التصرفات ضمن نسقها الكلي، داخل نسقها الكلي الذي يبررها ويشرحها. وليس بالنظر إليها في ذاتها منفردة مجزأة. ما معنى هذا الكلام؟ لنأخذ هذا المثل. فعل القتل. القتل في ذاته عمل غير مستحسن وتنفر منه النفس البشريه ويمكن ان نعتبره فعل من افعال الشر في ذاته هكذا بدون قبل ما نشوف اي شيء ثاني لكن هل كل قتل يعد شرا وهل كل قاتل يعد شريرا بالطبع لا هناك يعني قتل يمكن أن نعتبر من أعمال الخير لا من أعمال الشر بحسب الغاية والمبرر بحسب النسك فقتل القاتل المعتدي مثلاً عمل قد يحمي المجتمع من شر هذا عمل خير وكس على ذلك كل الأفعال الشريرة التي يمكن أن تصبح من الأعمال الواجبة بسبب اختلاف مبررها وغايتها وهذا هو ما نسميه النسق الكلي للافعال. انت ما تقدرش تحكم على الفعل الا في نسقه. الفعل في ذاته لا قيمه له. حتى في مجال النحو على سبيل المثال صيغه الفعل نفسها مثلا لا قيمه لها، لانه قد تستخدم صيغه الفعل الماضي بدلاله المضارع. او المضارع بدلاله الماضي. وهكذا، المساله بحسب السياق. وهكذا يمكننا القول ان الفعل الواحد ياخذ قيمته من غايته ومبرره لا من ذاته. الغايه الشريفه قد تبرر الفعل غير الجائز. لكن هل معنى هذا اننا نسلم بمقوله ميكافيلي التي تقول إن الغاية تبرر الوسيلة وهل هذه العبارة تشبه عبارة الفقهاء الإسلاميين التي تقول إن الفرورات تبيح المحظورات وإذا كان الأمر كذلك فكيف نميز بين ما هو صالح وما هو طالح من المشاريع السياسية المعروضة أمامنا كيف نميز بين الصادق من الكاذب في عالم السياسة لا شك أن الأمر معقد من الناحية الفلسفية وما نشتيش نشغل الناس بالتعقيدات يعرف هذا التعقيد من اطلع على مبحث الأخلاق في كتب الفلسفة أو تابع محاضرات جامعة هارفارد في مساك العدالة مثلا موجودة في اليوتيوب لكن هذا التعقيد لا يعني أن الحقيقة بعيدة في تعقيد نعم لكن الحقيقة مش, مش غايبة يعني أنا من الناس الذين يعتقدون أن الحقيقة في ذاتها بسيطة وواضحة وأن التعقيد موجود في طبقات الزيف المتراكم حولها ومجرد أن نزيح ركام الزيف الذي تراكم حول الحقيقة وهو من صناعة الإنسان ستظهر ستظهر الحقيقة ستظهر الحقيقة ولكي نستدل على الحقيقة في عالم السياسة نحتاج إلى معرفة بعض معالم الطريق يكفينا بعض المعالم لأنه إحنا أحيانا نشتين أول فعل سياسي احنا بنشوف افعال سياسيه لسياسيين واحزاب وما نعرفش هل هي صواب ام خطا خير او شر يعني قابله للتاويل في هذه الحاله احنا محتاجين فقط الى مجموعه معالم نهتدي بها هذه المعالم عباره عن قرائن على صحه الطريق او فساده لكنها ليست ادله كامله والطريق الصحيح من وجهه نظرنا هو الطريق الذي ينتصر لقيم الحق والخير. هذا أول شيء. أول معلم من معالم الطريق على الصواب يمكن أن نقيم به التصرف السياسي أو النظام السياسي هو موقف هذا السياسي أو النظام من من, من موقف من مسألة الديمقراطية وحقوق الإنسان. النظام السياسي الذي يتبنى الديمقراطية نظاما للحكم يكون قد حصل على الميدالية الفضية في الخيرية من الوهلة الأولى قطع نصف المسافة قبل أي نقاش ويبقى فقط أن نقيم مستوى الديمقراطية لديه نشوف إلى أي أي مدى هذا أول معلم الديمقراطية إذا معترف بالديمقراطية وحقوق الإنسان خلاص يعني هو نصف خير وبعدين نبدا نشوف في بقيه افعاله اما النظام السياسي المستبد الذي لا يقيم وزنا للديمقراطيه وحقوق الانسان فهو نظام متهم من, من الاصل متهم في شرعيته ومن ثم في شرعيه كل افعاله كل افعاله تصبح محل شك هذا المعيار ينبغي ان يكون حاضرا من البدايه في المقارنه بين سلوك دوله ودوله وسلوك سياسي وسياسي وحزب وحزب يعني لا يصح ان نسوي بين سلوك النظام السياسي الديمقراطي والنظام السياسي الدكتاتوري ونقارن بينهم حتى لو كان الفعل واحد. على سبيل المثال لا يصح ان نقول ان ما يفعله النظام السعودي او الاماراتي او المصري او السوري مع السياسيين داخل بلادهم من اعتقالات بالجمله وكتم للانفاس ونقول انه هو نفسه ما يفعله النظام التركي مع الانقلاب ما فعله النظام التركي مع الانقلابيين عام 2016 كلهم بيعتقلوا وكلهم مستبدين لا المقارنه هنا شكليه لا قيمه لها لان الفعل ياخذ قيمته من قيمه النظام الذي يقوم به النظام التركي جاء عبر الصناديق صناديق الديمقراطيه والتمرد عليه يعتبر تمرد على الشرعيه الشعبيه اما ما تفعله الانظمه المستبده في الخليج ومصر بالمعارضين فهو عدوان عدوان على الشرعيه الشعبيه نفسها. اذا هناك فارق كبير مثل الفارق بين الطبيب اللي بياخذ سكين والقاتل كلاهما بياخذ ستين سكين وبيفتح بطن الضحيه، لكن الطبيب بيفتحها علشان ينقذها بيجرح علشان يعالج والقاتل بيجرح علشان يقتل، هذا هو الفرق بين نفس الفعل مع اختلاف الهدف والغايه والوسيله. هذه المسأله ينبغي ان تكون واضحه لان الحكام العرب وجواريهم من الكتبه والمنظرين يحبون استخدام القياس الشكلي هذا لتضليل الناس. كان علي عبد الله صالح لما يسالوه لماذا تسمح بتوريث السلطه لنجلك مع ان النظام في اليمن نظام جمهوري؟ فيرد عليهم يقول هذا بيحدث حتى في الدول الديمقراطيه، شوفوا عندكم امريكا جورج بوش الأب مورثها لابنه الابن لجورج بوش الابن وطبعا مع أنه بوش الابن ما جاش مباشرة بعد والده كان بينهم رئيس كلينتون تقريبا لكن بعيدا عن هذا المغالطة الأساسية في هذا الكلام هي أن قياس الفعل على الفعل جاء من الناحية الشكلية بحتة والقياس الشكلي للتضليل دائما يجي اما القياس الصحيح فهو قياس النسق على النسق كيف؟ جورج بوش الابن جاء من نسق ديمقراطي حقيقي وفق شروط الديمقراطيه نفسها اما احمد علي فكان سياتي ضمن نسق مستبد شمولي نظام شمولي مستبد يملك كل شيء ويحكم على كل مؤسسات الدوله كانت كلها بيده علي عبد الله صالح كان يدير اليمن بنظام الملك لا بالنظام الجمهورية يعني ما كان يفعله علي صالح يسمى تمليك وهو ضد عمل النظام الجمهوري والنظام الديمقراطي أما ما حدث في أمريكا فهو عمل ديمقراطي إلى حد كبير ما حد يقدر ما حد يقدر يخدع الديمقراطية ويصادر الجمهورية في أمريكا كل شيء يأتي وفق قوانين إن شاء الله حتى عائلة كاملة تحكم ما دام وفق شروط الديمقراطية الحقيقية ولا يصح قياس هذا على ذاك الا على سبيل الفكاهه او على سبيل التضليل كما يفعل الحكام العرب وجواريهم من الكتبه والمنظرين. المعلم الثاني في طريق تقييم الانظمه السياسيه ورجال السياسه هو التاريخ السياسي لهما. هذه وسيلة أخرى في التقييم التاريخ السياسي للسياسيين والأحزاب النظام السياسي أو الحزب السياسي صاحب التاريخ الجيد لا ينبغي أن نقيم تصرفاته كما نقيم تصرفات النظام صاحب التاريخ الأسود إلا إذا كان التصرف واضح البطلان عند الطرف الأول لما يكون عندي نظام ديمقراطي له إنجازات ملموسة في ميدان التنمية تنمية بمعانيها الشاملة هذا ينبغي ان اؤول افعاله تاويلا يختلف عن تاويلي لافعال النظام الفاسد الفاشل اذا سو اذا تصرف هذا النظام بطريقه غير مفهومه احيانا او فيها شبهه ينبغي ان نحسن الظن في في افعاله اولا حتى تثبت ادانته فلما يقال لي ان النظام الديمقراطي الناجح صنع كذا وكذا من الافعال التي قد يكون فيها شبهه أنا في هذه الحالة سأقوم بتأويل هذا الفعل تأويلا حسنا حتى يثبت العكس لماذا؟ لأنه أنا أعرف تاريخ جيد لهذا الحزب لن أسارع إلى إلى الإدانة أما إذا صدر نفس الفعل من نظام سياسي له تاريخ أسود أو حزب سياسي له تاريخ أسود سيكون من واجبي تأويل يعني سيكون تأويلي من البداية تأويل سيء حتى قبل أن يثبت تثبت براءته حتى لو ثبتت براءته فيما بعد لأن تاريخ النظام أو تاريخ الشخص السياسي نفسه جعل محل تهمة تاريخ النظام السياسي أو رجل السياسة يشبه المجموعة التراكمي لطالب الجامعة أو طالب الثانوية العامة درجاتك في السنوات السابقة قبل الثالث الثانوي هي كرينة على مستواك الحقيقي لأنه احتمال أن تكون قد غشيت في امتحان الثانوية العامة احتمال وارد درجاتك السابقة في سنة أولى ثانوي وثانية ثانوي كرينة على مستواك الحقيقي هل أنت فعلا طالب مجتهد ولا طالب يعني جاء كذا بالصدفة والغش وهكذا عندما نقيم النظام السياسي أو الحزب السياسي أو رجل السياسة ينبغي أن يكون تاريخ أمامنا كقرينة مرجحة نحسن الظن في صاحب التاريخ الجيد ونسيء الظن في صاحب التاريخ السياسي السيء عندما نحلل السياسات وعندما نقيم الأحزاب والسياسات ينبغي أن نكون كذلك حتى يثبت العكس بدليل واضح لنأخذ مثال توضيحي على هذه المسألة من النظام التركي نفسه هناك من يحاول أو من حاول أحيانا أن يشوش على موقفنا يعني الموقف المبدئي من القضية الفلسطينية يقول لنا أنتم تشنعون على الأنظمة العربية التي تقيب علاقة مع الكيان الصهيوني في الأمس كان في علاقة مع عمان انتم بتشنعوا على من يقيم علاقه مع النظام الصهيوني وفي نفس الوقت بتأيدوا سياسات النظام التركي مع انه هو الاخر يقيم علاقات دبلوماسيه مع اسرائيل، ايش هذا التناقض؟ فاحنا بنرد عليهم ونقول امام هذه الشبهه مع ان هذه الشبهات تقال في في للتشكيك في سياسه الرئيس التركي نفسه وفي حكومته تجاه القضيه الفلسطينيه. يقول لك كيف بيكون مع الفلسطينيين وهو عامل علاقات مع اسرائيل. للاجابه على هذه الشبهه ارد عاده بالقول: هناك فرق كبير بين تصرفات نظام ديمقراطي ورث علاقات دوليه من النظام الدكتاتوري السابق عليه، فرق بين هذا وبين نظام دكتاتوري يسعى بنفسه لاقامه علاقات مع اسرائيل. النظام الديمقراطي في تركيا لا يستطيع ان يتصرف بنفس الحرية التي يتصرف بها النظام الدكتاتوري المستبد في الوطن العربي خاصة إذا كانت التجربة الديمقراطية في في بلد عادها ما زالت غير راسخة وقد تتعرض للتهديد في أي وقت كما حدث مع تجربة أردوغان وحزبه عدة مرات لو قام يصنف ويقول قطعنا العلاقات مع إسرائيل ما هو ممكن يتآمروا عليه ويطيحوا به هناك مصالح لإسرائيل في هذا البلد من أيام الحكومات السابقة دكتوري. عسكرية ومصالح اقتصادية وغيره هذه ممكن تهز البلد كما لاحظنا قبل فترة لما حاولوا يهزوا العملة كما أن تاريخ نظام أردوغان نفسه مع الكيان الإسرائيلي يخبرنا هذا التاريخ السياسي العامل الثاني يخبرنا أن علاقات مع, مع إسرائيل تسير من سيء إلى أسوأ على العكس تماما من خط سير العلاقات بين الأنظمة العربية المستبدة اللي بتقيم علاقات الآن مع إسرائيل اي ان العلاقات بين تركيا واسرائيل تسير في طريق الانقطاع والتجفيف وهو ما تدركه اسرائيل جيدا وتشكو منه في حين ان العلاقات العربيه الاسرائيليه تسير باتجاه النماء والبركه واخرها زي ما قلنا امس مع سلطنه عمان التي استقبلت رئيس الوزراء الاسرائيلي نفسه وفد يعني خلاصه القضيه صاحب الضمير الجيد صاحب الضمير الجيد لن يظل في تقييم الافعال السياسيه للانظمه والسياسيين اذا اراد لن يظل الطريق لان معالم الحقيقه منتصبه امامه طوال الطريق اما صاحب الضمير الفاسد فلن يرى الا ما يشبه ضميره في كل شيء انتهت الحلقه نلقاكم في الاسبوع القادم في امان الله